عيون جل مغمرات يا حي مركب الذل. التحية المتجددة مع كل انطلاقة من انطلاقة هذه الأشواط المتتابعة والمتتالية التي تأتي اتباعا في أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث. يستعد شوط جديد للانطلاق المثير أيضا خاص بالقعدان الصعوب. بعد متابعة هيلمانة علي بن راشد المري اختطفت شوط الابكار الصعوب وسجلت دقيقة واثنين واربعين ثانية. انطلق شوط أيضا القعدان الصعوب بانطلاقة رائعة وإبداع كبير. مقدمة الشوط هذا شوط القعدان الصعوب بداية تأتي بانطلاقة أيضا بالقرب القعدان من بعضها للبعض، ولكن الأمتار الأخيرة سوف يكون هناك إثارة قوية. مقدمة الشوط شاهين منصور بن محمد بن سالم النعيمي ياتي ايضا على المقدمة. المركز الثاني ايضا بنفس شعار منصور بن محمد بن سالم النعيمي يقدم هذا الاسم شاهين، وشاهين على مقدمة الشوط. ثالثا الغزال خليفة بن احمد بخلفاب الصايق المزروعي يتواجد في المركز الثالث. خلال هذا الانطلاق والابداع تدخلت الاسماء من المراكز الخلفية، بدأت المنافسة القوية. يبدو هذا الشوط قوي، ولكن الله النعيمي يبدأ من جديد بالانطلاق المثير والإبداع الكبير. وهنا أيضا تدخل شعار يعان هناك بالعود الشمسي مع وجود شاهين إلى المقدمة إلى الصدارة. منصور بن محمد بن سالم النعيمي خليفة بن أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، ولكن تدخل أيضا سراب 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 زايد بن سرور بن عمير المشغوني في المركز الثالث. ولكن حرك يا منصور، حرك يا منصور. الله بنقول هناك سلام إلى صدحون إن كان مع منصور، أما إن كان أيضا هناك مع الشامسي، ولكن خلاص 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 منصور بن محمد بن سالم النعيمي يبدأ بإبداعات شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول لينطلق بالصدارة، لينطلق بالإبداع الكبير. منصور بن محمد بن سالم النعيمي سلام إلى محمية أيضا وعزبة محمد بن سالم النعيمي المركز الثاني، أيضا لبالعود الشامسي، وثالثا لخليفة بن أحمد بن خلفاب الصايغ المزروعي. دقيقة 44 ثانية التوقيت الزمني.